الرحمة للشهداء، النصر للثوار الأحرار في موطني، ولا تحية ولا سلام على الطغاة. هذه القصيدة هدية للثوار الأحرار في موطني وإلى الطغاة، إلى الطاغية وأعوانه. ألا أيها الظالم الدكتاتوري، ألا تكفيك حشود اليوم؟ هم كالأسود لا يخافون كلابك وأذنابك وأعوانك الأمنجية والجيوش الغجرية. لا تكفيك كي ترحل ويرحل أذنابك الغجرية. وقالوا لك لا ترهبنا العساكر ولا الأرزغية. كف كف عن هذا. لا يكفيك سفك الدماء، أم لم ينطفي عطشك من الدماء؟ أم لم يكفيك قتلا وتهجيرا؟ ألا أيها الظالم المستبد، ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام، عدو الإسلام، فخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة بدماء الأبرياء في دارفور وجبال النوبة وكجبار وبرسودان والقضارف، وفي خشم القربة قتلت مربي الأجيال، وفي كافوري قتلت طبيب الأمة، في مدرمان قتلت مهندس الخرطة، وسرت تشوه سمعة السودان وتغرز شوك الأسف في دنياهم. رويدك لا يخدعك تأييد الغلابة، والشباب ضو الصباح، ففي الأفق حل فجر الخلاص، وغصف الرعود وعصف الرياح. حذاري حذاري، فتحت الرماد على اللهيب، والنار عليك تهيب، ومن يزرع الشوك يجنى الجراح. تأمل هناك، إن حصدت رؤوس أطباء الأمة ومربي الأجيال ورثة الأنبياء ومهندس الخرطة، عليهم الأجيال ورثة الأنبياء ومهندس الخرطة، فهنالك من تطلق عليهم الشماسة وشذاذ آفاق، عيونهم ساهرة لتحرير الوطن. ورويت بالدم أرض السودان، التراب أصغيته بالدم حتى سمل، سيجرفك سيل الدماء وياكلك العاصف المشتعل. سوف تاكلك السيول الجارفة، الجارفة من تعب الشقا، الجارفة من تعب العنا، الجارفة من تعب الظلم، الجارفة من كثرة الفساد، الجارفة من أيل الكرامة. يا ثوري يا ثوري، ويا كنداك ثورجية، يا ثورجي ويا كنداك ثورجية. أقدم لظلمك، أغضب لظلمك، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. أغضب فإن الأرض تحنى رأسها للغادبين، ولكن إذا ركعت اليوم ستظل ترك آلاف السنين. تسقط بس، تسقط بس. أبو ربيع الشاعر، أبو ربيع، 7/2/2019. تحية للأحرار قدام، تسقط بس.